شكل الدولة اللي محتاجينها تكون ديمقراطية ومبنية على احترام القانون، ويكون في فصل بين السلطات، وما يكونش في تمييز بين المواطنين والمواطنات على أي أساس، يعني دين أو لون أو اعتقاد أو حالة اجتماعية أو الحمل. دولة بتحترم كرامة المواطنين الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان. المواطنين ستات ورجالة متساويين في الحقوق والواجبات، والدولة لازم تضمن تكافؤ الفرص بينهم، يعني مفيش حد أحسن من حد، وممكن تعمل إجراءات معينة عشان تحمي ناس أو مجموعات وتحسن وضعهم. الحكومة تضمن للستات حقوقها وتقدر تعمل ده من خلال حاجة اسمها التمييز الإيجابي، وتحارب العادات والتقاليد اللي بتضر الستات وتهين كرامتهم. الدولة كمان تحمي حق المواطنين والمواطنات في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير بحرية عن آرائهم. وكمان لازم تحمي حقهم في إنهم يعملوا أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو أي شكل تاني من أشكال التنظيم. لازم يكون الست زي الراجل في تولي المناصب العامة، زي مناصب الوزراء والسفراء والقضاة وغيرهم. الدولة كمان لازم تحمي حقنا في الخصوصية، يعني محدش يتجسس علينا وعلى مراسلاتنا وتليفوناتنا. حقنا في سلامة أجسامنا وعقولنا، يعني ما ينفعش نتعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة من أي حد، سواء كنا في الشارع أو في بيوتنا. حق كل واحد وواحدة فينا نشتغل بأجر كويس على قد الشغل وفي ظروف مناسبة، والحكومة المفروض توفر الشغل ده، بس ما ينفعش يتفرض علينا شغل بالقوة. لينا حق في تعليم مجاني كويس، وإنه يكون إلزامي للبنات والولاد في مراحل معينة زي الابتدائي والإعدادي، وبرضه ما يكونش فيه تمييز في المدارس والجامعات. لازم الدولة تحترم حرية الإعلام والتثقيف ما دام مش متعارض مع قيم المواطنة، ومن حقنا كمواطنين نوصل للمعلومات وننشرها. حقنا كمواطنين على الحكومة إنها توفر لنا رعاية صحية مناسبة بما فيها للصحة النفسية والإنجابية، وتكون الرعاية الصحية بتتوفر كمان للناس اللي محتاجين خدمات محددة. الدولة ملزمة بحماية الأطفال ورعاية النشأ، وتراعي مصالح الأطفال أولا، ورعاية وتنشئة الأطفال حق ومسؤولية على كل أب وأم. الدولة المفروض تعمل آلية تحافظ بيها على مبدأ المساواة وتجرم التمييز، وتكون الآلية دي بتراقبها البرلمان، ويكون دورها هو الفصل في المشاكل والنزاعات المبنية على التمييز بين المواطنين والمواطنات، زي التمييز ضد الستات في إنهم يشتغلوا أو يترقوا أو ياخدوا مرتبات متساوية مع زمايلهم من الرجال.